في فيلم مصري اخوانا مسروق من فيلم اجنبي، بس انا بحب الفيلم المصري اكتر من الاجنبي. الفيلم اسمه من اجل زيكو، مسروق من فيلم ليتل ميس سانشاين. فيلم ليتل ميس سانشاين عباره عن اسره عندهم مشاكل نفسيه وعلاقتهم معقده جدا ببعض، بيروحوا مسابقه رقص لبنتهم الصغيره من ولايه لولايه. نفس الفيلم من اجل زيكو بنفس كل حاجه، بس بدل البنت الصغيره فهو ولد صغير. فيلم ليتل ميس سانشاين من اعظم الافلام اللي اتفرجت عليها في حياتي، سيناريو وحوار فوق العظمه. مشكلتي الوحيده معاه ان الفيلم كئيب قوي 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 يا اخوانا، فيلم بيطلع لك طاقة سلبية بطريقة غريبة. اما فيلم من اجل زيكو فهو بيناقش نفس المشاكل بس بطريقة سطحية جدا، ممتزجة مع نوع من انواع الكوميديا هيضحكك ويفصلك طول الفيلم. فيلم من اجل زيكو عمره ما هيوصل لمستوى ليتل ميس سانشاين، بس فيلم خفيف بيضحك تقدر تتفرج عليه تاني. ليتل ميس سانشاين لا، قول لي انت رايك في الكومنتات وبيس.